لو ما اتفرجتش على الماتش هتقول ياه ازاي ماكدونيا طلعت ايطاليا، ازاي ايطاليا ما قدرتش تكسب ماكدونيا، ازاي ده ايطاليا على الورق قد ماكدونيا 10 مرات، ازاي؟ اكيد حظ صح، اكيد سوء توفيق من جانب ايطاليا صح. لا عزيزي، بالحظ ولا سوء توفيق، هو الماتش كان رايح للسكه دي، سكه ان ماكدونيا هتكسب لو راحت وهاجمت، لان ايطاليا ما عندهاش حد بيعرف يجيب جوان. واسوأ حاجه في الاربعه 3 3 بتاع مانشيني هي الثلاثه اللي قدام، اذا كان دومينيك برادي هو الوحيد اللي بيحاول، هو الوحيد اللي بيحاول يخش لجوه ويشوط، او تشيرو اوموبلي. اوموبلي اللي جاله انفراد في الشوط الثاني، انا استغربت ان لقيت اوموبلي راح بيها على الطرف، اللي هو انت رايح في وشك للجون على طول كده، اوموبلي خدها كده اللي هو ازاي يا حبيبي ما انت وشك للجون وراح على الجون. لا اوموبلي خدها كده بجد، اللي هو بيعمل ايه ده؟ ولا انسيني، انسيني بيقدم مستوى غريب جدا، اللي هو يعني ايطاليا اخر 3 ماتشات ليها تعادل تعادل تعادل، ايه ايه طيب الكلام على ايه؟ ما حدش فيكم بيعرف يجيب جوان، طيب يعني الدنيا بالنسبه لكم رايحه فين في خط الهجوم؟ خط الهجوم ده متاثر قوي كده بسبب تشيزا، الدنيا بايظه خالص في خط الهجوم بالنسبه لكم، ما فيش حد في خط الهجوم هيجيب جوان. طب مين هيجيب جوان؟ جورجينيو ضربات جزاء بس، فيراتي نادرا لما بيزيد وبيعمل ادوار هجوميه، وموضوع التصويب بالنسبه لفيراتي حاجه حرام، يعني فيراتي ما بيفكرش يشوط على الجون خالص، فيراتي اخره يسلم ويستلم ويروح يقطع الكره ويطلع بيها من تحت الخط النص ويوصلها بخط الهجوم، انما يشوط بقى ويجرب يعمل ادوار هجوميه فيراتي ما بيحبش الكلام ده، او فيراتي ما بيعرفش يعمل الكلام ده. باريلا، باريلا وديمونيك برادي النهارده ادوا مباراه ممتازه بجانب فلورنزو، فلورنزي اه مش فلورنزو، لا ده ينسيني الناحيه الثانيه، هنا فلورنزو، فلورنزي الباك اليمين. الناحيه الثانيه بقى ايمرسون بالميري وفيراتي وانسيني، فيراتي هو الوحيد فيهم اللي كان كويس، اما ايمرسون وانسيني كانوا سيئين جدا. فانت بسم الله ما شاء الله، الناحيه اليمين بس هي شغاله والناحيه الشمال مضروب فيها مفك بالنسبه لانسيني وبالنسبه لايمرسون، فيراتي بس هو اللي كان شغال فيها وبيأدي الادوار اللي احنا كنا بنتكلم فيها، بيقطع وبيسلم. طب بيصوب، قلنا بقى موضوع التصوير بتاع فيراتي، موضوع التصوير ده. طب يا جماعه ايطالي ضيعت كور، طبعا ضيعت وضيعت كور كتير قوي، ولو دورت على الاحصائيات هتلاقي ان ايطاليا استحواذ 66%، اجمالي التسديدات 32 تسديده، 32 تسديده بس يعني، طيب عشان منهم تسديدات على المرمى 5 تسديدات، والناحيه الثانيه لماكدونيا تسديدتين، تسديدتين على المرمى، يعني هنا 5 وهنا 2. طب بالنسبه للباقي، لا في 11 تسديد خارج المرمى و16 ايقاف تسديد، اللي هو بسم الله ما شاء الله، كل التسديدات دي ما كانش فيها حاجه خطيره، والله هو كان في تجربتين خطيرين بالنسبه لدومينيك برادي، بس في واحده الحارس صدها وفي كره طلعت الثاني بره. طب بعيد عن كده، يعني ايطاليا كان ليها كور خطيره، والله عايز اقول لك ان مانشيني لما غلب خالص الشوط الثاني راح منزل كيليني في الدقيقه 90 علشان يستغل الكور عليه. والله بجد، يعني هو نزل كيليني في الدقيقه 90، وقبلها كان مغير الثلاثي الخطير جدا، الثلاثي خط النار، كان مغير دومينيك برادي وتشيرو اوموبلي وينسيني. والله بجد غيرهم هم الثلاثه، ده اعتراف منه ان انا ما عنديش خط هجوم، ما عنديش خط هجوم خالص حرفيا، الراجل جابها من الاخر كده في نهايه المباراه. ابتداهم بلورنزو انسيني في الدقيقه 64 ونزل مكانه ريسباديري، وبعد كده ساندرو تونالي مكان نيكولا باريلا في الدقيقه 77، ولورينزو بلاجريني مكان تشيرو اوموبيلي، ونهاها خالص بجواو بيدرو مكان دومينيك برادي، وفي الاخر طبعا التغييره بتاعت كليني مكان مكان جلوكا مانشيني. وبعدها بقى ايطاليا سجلت، لا بعدها ايطاليا استقبلت الهدف، ايطاليا استقبلت الهدف عن طريق الكسندر تاجوفيسكي، الراجل صوب تصوبه جميله قوي، عملت بنت راحت في البعيده بالنسبه لدوناروما، كره جميله جدا، الحظ خدم فيها لعيبه مقدونيا. الامانه لعيبه مقدونيا عملوا جيم دفاعي مميز جدا، جيم دفاعي 10 على 10. انت بتلعب في الاولمبيك قدام فرقه زي ايطاليا بطلة اليورو، بتلعب قدام فرقه كان عندها سلسله الهزيمه كانت تاريخيه، وفرقه مفترض ان هي كبيره جدا، بس للاسف الشديد الكلام ده لخصه لعيب زي بونوتشي لما قال ان احنا ما بقاش عندنا حماس ان احنا نأدي كويس في تصفيات كاس العالم. الكلام ده قاله بونوتشي بجد والله، بعد ما المنتخب الايطالي ما وصل للملحق، بونوتشي طلع قال كده بجد في الصحافه، قال ان احنا خلاص ما بقاش عندنا شغف ولا بقى عندنا حماس، حسينا ان احنا عملنا كل حاجه في الكوره، تخطينا عدد اللا هزيمه وخدنا بطوله اليورو. طب وبالنسبه لكاس العالم يبقى احنا كاس العالم هيبقى كده كتير، اللي هو طب بالنسبه للجيل اللي بيخلص ده، يعني بونوتشي ما فيش كاس عالم تاني، كيليني ما فيش كاس عالم تاني، انسيني اساسا بعد ما يروح تورنتو في كندا الناس تنساه، اموبولي خلاص بعد الماتشات دي مش هيكون موجود خالص،
هنستنى بقى تشيزا يرجع، هنستنى نشوف هل مانشيني هيكمل معاهم ولا لا، لان دي هزه كبيره بالنسبه للكره الايطاليه انك تخسر قدام مقدونيا. انت عارف لو خسرت قدام البرتغال كان عادي جدا، انما الخساره قدام مقدونيا خساره بالنسبه لايطاليا هتبقى غريبه جدا. بس بالنسبه لاي حد اتفرج على الماتش، على راي عمك عصام الشوالي، اللي ضيع يستقبل، والمنتخب الايطالي ضيع النهارده ولم يستحق ان هو يكسب لانه ضيع كور كتير. المنتخب المقدوني الناحيه الثانيه عمل جيم دفاعي على قد امكانياته، صوب تصويبه لعيب الايطالي ما كانوش بيفكروا يعملوها. يعني التصويبه اللي عملها الكسندر اسمه لسه تروجوفسكي ده ما عملهاش فيراتي ولا عملها باريلا لحد ما طلع فعلا. لعيبه المنتخب المقدوني استحقوا ان هم يطلعوا كسبانين. مش هقعد اقول لك التاريخ والحق، هي الكره 90 دقيقه في الملعب، قدمت كويس واستحقت انك تكسب، وكان معاك شويه توفيق هتكسب. قدمت كره جميله، ما عرفش تسجل اهداف، ما عندكش حد بيعرف يجيب اجوان، خلاص هنقول لك مع السلامه اللي عايز يمشي. هارد لك لكل مشجعين الازوري في الوطن العربي، هارد لك لكل محبين المنتخب الايطالي ومحبين مانشيني، الف مبروك لكل محبين كريستيانو رونالدو. بس ربك قادر على كل شيء، ان شاء الله ممكن مقدونيا تعملها. انا سبت الماتش وهو 2-0، بعد كده سمعت ان تركيا جابت جون، وتركيا جابت ضربه الجزاء، وتركيا ضيعت ضربه الجزاء، وبعد كده البرتغال سجلت الثالث. في شويه حماس فاتوني كتير بعد ال 2-0، بس للامانه استمتعت بالوقت اللي انا اتفرجت عليه في ماتش ايطاليا، وعرفت العطله في ايطاليا جايه منين. ما عندهمش خط هجوم وعايزين يكسبوا يجيبوا جول، طب منين يا عم الحاج؟ هيعملوها ازاي؟ الله اعلم.